أهلا بكم مشاهدينا. ما تزال تداعيات الأزمة السياسية تتفاقم يوما بعد آخر في ظل التعنت والتشنج السياسي الذي تبديه أطراف سياسية وما نتج عنه من تعطيل العملية السياسية وتوقف إجراءات تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الفشل المتراكم الذي منيت به تلك الأطراف في تحقيق مشروعها الاستحواذي، وذلك على حد وصف خصوم هذا التحالف المشكل برعاية إقليمية. وما يطلق عليه بالانسداد السياسي ليس ظاهرة جديدة مقترنة بالأزمة التي يعيشها المشهد السياسي العراقي الراهن، بل إنها حاضرة بعيد كل عملية انتخابية نيابية عراقية مضت. أما المتغير الجديد فهو الاصطفافات الجديدة التي أفرزتها نتائج انتخابية قيل عنها الكثير، وقانون انتخابي بمفوضية جديدة أريد لهما أن يعيدا ثقة المواطن بالعملية الانتخابية فأجهضها ما تبقى من هذه الثقة. إذن مشاهدينا، في تغطيتنا لهذا اليوم سنناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعد متابعة هذا التقرير تفضلوا بالبقاء معنا. بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلا أن العملية السياسية تعيش حالة الانجماد بعد فشل القوى السياسية في الوصول لأي تفاهمات مشتركة يمكن معها المضي بتوليفة حكومية تحقق التطلعات المرجوة. فهذا الانغلاق بدأ الشارع يلمس آثاره وتداعياته بعد أن ألقى بفواعله على الوضع المعيشي والسياسي والاقتصادي بصورة عامة. وفي غمرة هذا الجدل المتسارع يبرز عدد من الخيارات بعد ثبات القوى السياسية على مواقفها وعدم قدرتها في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة. فالمؤشرات الأخيرة وما تتحدث به بعض الأوساط أن المحكمة الاتحادية قد تدخل على خط الأزمة بعد أن تعطلت لغة السياسة في العراق، وهذا الأمر يبعث بالقلق من انزلاق البلد في أتون المتاهات. المشهد التراجيدي وتمسك كل طرف بمطالبه دون الاكتراث للمدن الدستورية ولحياة المواطنين جعل من مبادرات الالتقاء تولد ميتة، ما ساهم في تعميق الأزمة السياسية. فمساعي التقليص لم تجد طريقها بعد، ما يعني أن تحذيرات الذهاب للمجهول تقترب أكثر، خاصة وأن تقدير الموقف لا يزال يتحدث عن تضاريس السياسة الوعرة في ظل حالة التفكير داخل الصندوق. فالتناغم في الرسائل والبحث عن إيديولوجية جديدة تستطيع أن تكسر العزلة السياسية يبدو أنه نافذة الحل الوحيدة للانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات لتوفير مساحة إضافية للحوارات السياسية. فتبعات بقاء الحال على ما هو عليه يقرب البلاد من الحافات الحادة التي ربما تدخله في متاهات خطرة، وبذلك على الكتل السياسية أن تبدأ بحوارات جدية وأن تتسابق مع عامل الزمن الذي بات يؤدي ضغطا كبيرا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أتعرف على ضيوفي في هذه الساعة، دكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بك دكتور، حياك الله. أيضا معنا دكتور صلاح بوشي رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. دكتور صلاح مرحبا بك، حياكم الله، مساء الخير. أبدأ مع دكتور محمود لأنه هو تدمر قبل البرنامج. استاذ كبير دكتور، يعني على الرغم من أنه الإطار قدم العديد من المبادرات وكان نفسه في الحوار يبدو اسهل من باقي الاطراف السياسيه من اجل تشكيل حكومه، وما عندها التعنت اللي تبديه الاطراف الاخرى، لكن الى الان بعض الجهات تتهم الاطار بانه هو من يخلق هذا الانسداد السياسي ويعرقل عمليه تشكيل الحكومه، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم ولضيفكم الكريم الدكتور. الله يسلمك عزيز سيدنا. ولجمهوركم الكريم. سيدتي، ربما لم يرقى العقل السياسي العراقي إلى مستوى مواجهة التحديات، ليس في هذه الدورة التشريعية فقط، نحن في كل دورة تشريعية ندخل مثل هذا السجال الذي يصل لأشهر وبالنتيجة تشكل حكومات مهلهلة وضمن بعدها التوافقي وبعدها غير التوافقي، وبالنتيجة
تضعف شيئا فشيئا ولا تستطيع أن تقدم شيئا. النظام البرلماني هو نظام للدول المتطورة التي تقطع شوطا طويلا في التجارب السياسية، طبقة سياسية مثقفة وطبقة شعب مثقف. بمعنى الشعب يحسن الاختيار، مو 10 ملايين أمي، 10 ملايين أمي ما تنتخب عدل، انتخب حسب عقليته هو. وفي نفس الوقت طبقة سياسية لا تستطيع أن تتفهم شارعها، ولذلك هذا الصدام يستمر من دورة تشريعية إلى دورة تشريعية. إذا إحنا عندنا خلل بنيوي في التعاون مع الآلية الديمقراطية الجديدة، هذا واضح من كلامك. إذا إحنا أساساً عندنا خلل، لكن إحنا نتعامل مع واقع. واقع. حس راح نجي على الواقع. هذا أولاً أنا وضعت هذا ثوابت. هذه التجربة البرلمانية ونظام الصندوق، الصندوق أعمى. الفيلسوف صوته واحد. والجاهل لا يقرأ لا يكتب لا كذا كل شيء، هم صوته واحد. نفس الشيء، هذا أول خطأ استراتيجي في بنية الديمقراطية، لكن بالحساب الأوراق واحدة. ثانيا النظام البرلماني يحتاج طبقة سياسية فيها كثير من الفهم والعمق لواقعها أولا وللواقع الدولي أيضا. الشيء الآخر هو مراكز الاستشارة، يعني يجب أن تكون لكل طبقة سياسية معينة، لكل كتلة هنالك مراكز استشارة. هذه المراكز الاستشارة تعمل على 3 مراحل وتقدم التوصيات المتتابعة إلى الجهات السياسية لإيجاد حلول لهذه المعضلة. بس أتى الكتل السياسية مراكز استشارية هذا دكتور؟ الكتل السياسية عندها يعني مراكز استشارية وعندها خبراء وعندها مختصين تعتمد عليهم؟ والله لو عندها كان حلت من مو بهاي الدورة، كان حلت بالدورات اللي اكو دورة احنا ما نمنا 7 أشهر 8 أشهر حكومة تصريف أعمال، كل الدورات نفس الشيء. لذلك ما قدم من أفكار هو أفكار لهذه الكتلة ولهذه الكتلة. هذه الأفكار تحتاج نوع من التفاعل فيما بينهم. الآن الأخوان في الثلاثي هم مستفيدون من عدم تشكيل حكومة. أولاً الكاظمي على قد ديهم، على شنو مغيريه؟ وثانياً الإطار بلغوا الكاظمي أنه أنت مستحيل أن تكون خيارنا بالحكومة الجديدة. طيب الرجال راح يوقف وياهم بعد؟ من المعرقل اليوم؟ هاي واحد الجهة المعرقلة، حتى نسمي الجهة المعرقلة دكتور، واليوم يتهمون الإطار بأنه هو الجهة المعرقلة. هم شوف هو الإطار يسمى نفسه بالجهة الضامنة، لكن الخصومة يتهمونها بالمعرقل. هاي الدجاجة مبيضة والبيضة مدجاجة. احنا راح نقول راح يقولوا مثلا قابل للتفسيرات، هذا الموضوع قابل للتفسيرات. هذه أنت راح تقول ياباني قد اني محكمه الاتحاديه وتريد السلسله الضامن وانت وقفت بهذا الموضوع، الاخر يقول لك لانه انت قطعت علي كذا، انا عندي مشروع وهذا المشروع 1 2 3 4. احنا نفسره احنا كمحللين سياسيين وكطبقه شيعه اهمينا بنفس الوقت، احنا يهمنا ان المكون الشيعي يبقى يحافظ على مكونه. ليش روح صغارا امام الاخرين؟ لا طبعا هذا مو من صالحنا. زين بالنقطة العلة وين إذن؟ العلة اليوم العلة في احنا هذا شعورنا، هذا مفهومنا، نتمنى حتى لا نتهم جهة معينة، لا إطار ولا تيار ولا باقي القوى. ما حط الناس بالقفص هسه حتى نقول فلان وفلان، إنما ما نقوله احنا كمكون ككذا هكذا، مثل ما الكراد الآن راحوا وقعدوا شافوها ما تخلص، مو راحوا قعدوا وتفاهموا. احنا هم المفروض نقعد ونتفاهم بدل ما راس يرقع راس دون ان نصل الى نتيجة. وبالنتيجة وانا قاعد هسه وحضرتك الدكتور صلاح يرجعون يقعدون على نفس الميز هذا، يرجعون يشتغلون للتوافقية التي لا نهاية منها. تمام دكتور صلاح، يعني على الرغم من كل المبادرات اللي تطرح، هسه التيار طرح عدة مبادرات، الإطار طرح مبادرات، وحتى المستقلين طرحوا مبادرة واحنا بانتظار مبادرة زيد برزاني. كل هذه المبادرات ما وصلتنا إلى حلول. بالفعل هناك خلل بنيوي كما ذكر دكتور محمود، يعني
الأزمة السياسية هي أزمة شخصية يعني ما بين الأطراف السياسية، ما ممكن أن نصل إلى حلول وفق مبادرات ما لم نعود إلى العمل السياسي الحقيقي. مساء الخير عليك ومساء الخير على أستاذنا العزيز دكتور محمود وعلى جمهورنا الكريم. يعني أتفق مع السيد محمود في عملية أن التركيبة السياسية هي تركيبة خاطئة ولم تتحدث عن وجود قالب سياسي، وهذا القالب السياسي ربما قد يكون هو العامل المشترك ما بين القوى السياسية. يعني احنا اليوم هي الأخطاء اللي يصير عندنا والإخفاقات اللي يصير عندنا مو فقط يعني مرحلية، وإنما إمكانية القوة السياسية التي تشغل نظامنا السياسي الحالي هي غير مدركة وغير فاهمة لا للمنظومة الدستورية، والخروقات الدستورية خير دليل اللي تحصل من كل القوى السياسية، ولا فهمها لتداعيات ومتطلبات الشارع العراقي وطموح الشارع العراقي ولا المرحلة الحالية. اليوم السباق، يعني السباق ما بين القوى السياسية بين سين وصاد، هو سباق على إدارة مرحلة سياسية، ليس فقط الهدف السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية ولا السلطة التشريعية. وبالتالي اليوم عندنا خنادق، مو فقط خنادق سياسية، خنادق قطاعية. يعني الحرب الموجودة وكأنه لعبة، يعني لعبة كمبيوتر، ولا يستطيع فيها مهندس من القوة السياسية أن يحل هذه المعضلة الحقيقية الموجودة. احنا حتى يعني نتخطى مرحلة الإخفاقات، بس اسمح لي دكتور وكمل حضرتك، اسمح لي تكمل. يعني هذه المرحلة نعتبرها مرحلة انطلاقة جديدة، لذلك القوى السياسية اليوم تشدد على إدارة هذه المرحلة؟ لا أبدا، ما يكون مستوى تفكيرهم للقوى السياسية أن يعتبر هذه المرحلة هي مرحلة جديدة. إحنا لحد الآن قاعد نتراجع، مراحل تراجع وليس مراحل تقدم. وبالتالي حتى إحنا كمؤسسات تفكير، وسيد الهاشمي طرح موضوع مهم جدا، قوة سياسية لا تمتلك مؤسسات تفكير ومؤسسات إشارة واستشارة، وبالتالي بحاجة إلى مؤسسات تفكير أن ترشد القوة السياسية أن الحالة السياسية الموجودة اللي يتمرون بها هي حالة تقليدية، حالة كلاسيكية، وكل الموضوع دائما كل موسم انتخابي يصير عندنا أزمات وست أشهر وثمان أشهر ونفس العام. ما يعني ما عندنا لاعب جديد عنده مهارة باللاعبين السياسيين أن يغير من مفردات اللعبة. يعني احنا اليوم فاقدين، لا الاصطفافات اختلفت هذه المره، لا هو الاصطفافات هسه احنا اليوم اصبحنا مكونات سياسيه شئنا ما بينا، مكونات سين وصاد. القضيه وين؟ القضيه تحتاج الى ضبط المعيار للعمليه السياسيه بصوره رئيسيه، مو بصوره فرديه ولا صوره مرحليه. اليوم احنا لو عندنا عامل مشترك ما بين جميع القوى السياسيه، قالب سياسي، يعني كل لعبه تحتاج الى قالب سياسي أو لسلوك سياسي. اليوم إحنا ما عندنا سلوك سياسي، إحنا لما نختلف سين وصاد من القوة السياسية غير أكو مرجعية غير الدستور هي تتحكم بها، غير عندنا غرفة سياسية كبيرة بها سين وصاد لما تمر علينا هيك أزمة شنو حلها، أكو عندنا مرجعيات تفكير، مؤسسات تفكير، مراكز بحوث، هذه كلها ما عندنا، فاقدتها القوة السياسية. الخلل وين؟ دائما أكد لك إن الخلل دائما في البنية السياسية من الناحية التفكيرية والناحية التطبيقية، وبالتالي المراحل الأزمات تتوالى. إحنا نتمنى أن تكون هي مرحلة بداية، لكن لحد هذه اللحظة ما قوة سياسية بادرت للطرف الآخر. وحتى المبادرات التي تطلق من سين وصاد مبادرات تعتمد على جهة الإصدار، ما بها رؤية الطرف الآخر. لو بها رؤية الطرف الآخر كان قربت المسافات، وبالتالي أنا أشوف حتى المبادرات بدأت تتباعد بها المسافات، وهذا خطر جديد. لا هذا الموضوع ما يشوفه بهذه الطريقة دولة القانون. لا، دولة القانون تحدث يقول أكو تقارب بين المبادرات، الإطار والتيار، وحتى المستقلين يقول يعني هذه يعني فد حالة جديدة، أكو تقارب بالرؤية. المخرجات وينها؟ المخرجات وينها؟ يقول يعني التداعيات وين؟ لما يكون أكو تقارب ما بين قوة سياسية كما تدعي القوة السياسية، كان المفروض ما طولنا 8 أشهر بالأزمة، على الأقل نتحدث أو ما كانت جزء من الأزمة يعني بالوقت الشد الحالي. حتى يكون عندنا تطابق بعنوان حلقتكم، الشد والتشنج ما بين القوى السياسية، وكأنه الهوية السياسية الوحيدة بالعمل السياسي ما بين القوى السياسية، وبالتالي بالمناخات العامة هو مو الهوية الوحيدة. لا، هو الهوية الوحيدة، وهذا هو الفكر الخاطئ، وشار إلى السيد محمود الهاشمي هذا الموضوع. الفكر السياسي جامد، يعني يتحدثون بالصندوق المغلق، وهذا هو الخطأ الموجود. اليوم
يجب أن حتى نخرج من الأزمات السياسية يجب أن نقنن القوانا السياسية، مو كل قوانا السياسية 300 قوة سياسية وماكو حل، وجمهور أيضا متلكئ في الاختيار، الديمقراطية ما فهمناها صحيح. إحنا لو نروح تحزبية، دولة تحزبية وسياسية، لو نروح نحترم مخرجات الصندوق والعملية الديمقراطية، لو نذهب إلى التوافقية كحال من الواقع السياسي، وبالتالي على القوة السياسية أن تتحدث مع بعضها مو عن طريق وسائل الاتصال أبدا. العملية السياسية ما تدار بهذه الطريقة. طب أخذها جزئية مباشرة الدكتور محمود، الفكر السياسي الجامد هكذا تصفون يعني ما يجري من عمل سياسي في العراق خصوصا المرحلة الحالية؟ لا، على الأقل هسه احنا عندنا نوع من التحرك، هسه الكرد تحركوا على بعض، وعلى ما يبدو المناخ العام للكرد تحدثون بأنهم سيذهبون إلى بغداد برؤية واحدة وشخصوا الخلل. الإطار أيضا تحدث يقول إحنا المبادرات متشابهة ما بين التيار والإطار والمستقلين، هذا نفك الجمود يعني. قصدك يعني فقط أن التيار الصدري يوافق تنتهي المشكلة هكذا يعني؟ شوف سيدي، أولا الإخوان بالإقليم هم أزمة أو مو أزمة؟ أزمة دائمة. بهاي الدورة أزمة لو كل الدورات؟ البعض يرى فقط في هذه الدورة، لا. لأنه الحزبين الحاكمين في الإقليم اختلفوا هذه المرة واختلافهم عميق، صار لهم يوم يومين يلا قعدوا. احنا خلينا نتحدث المنطق، والمشاهد يريد حشي طبعا. يعني خم أنا أقول وكذا على البطل القوى السياسية أن تجتمع، هاي سوالف شبعوا معتها العالم طبعا. أولا خلينا نظهر إلى المرحلة الأولى، هل أن الإقليم متفاعل مع التجربة السياسية في بغداد؟ لا طبعا. روح الانفصال ليل نهار، من هو خصمهم؟ لا تركيا ولا إيران، خصمهم العرب. هاي من الصبح لليل يثقفون شعبهم، من عدوكم؟ عدوكم العرب. وهذا خطأ استراتيجي في عقلية السيد مسعود وليس كل طبقة سياسية. يا سيد يا مسعود، إذا لم تتفق مع العرب ومع بقية الإخوان العرب في يعني بالعراق ومع الحكومات التي في بغداد، ثق لا تقدر تنفصل ولا تقدر تسوي لك شخصية. جيرانك منا تركيا ومنا إيران يبتلعونك في يوم واحد، قوتك بينا وتاريخ علاقتك إحنا وياك واحد وتاريخنا مشترك واحد، أنت يوميا رايح على إسرائيل، رايح على فلان شغلة، مدخل القوات التركية، خالق لنا أزمة. ليش هسه هو راح يجيب لنا حل البغداد وما مشبع بامتيازاته؟ تنفر مباشرة كتل السياسية. قال النفط والغاز لازم ما تناقشوا، المنافذ الحدودية لا تناقشوها، أنا ما أريد السنجار لأنه هاي متنازع عليه، وإذا عاد لفد 20-30 نقطة وأنا لازم أوافق عليها مسوي علي فضل، جايبني وين؟ الى المنضدة حتى نتحدث. ممكن يتفق مع البارتي واذا الى بغداد بهذه الشروط؟ نفس الشيء ولكن مثله، عندهم يقسمها. يا سيدي الكريم، يا سيد مقتدى، انت تعرف الاخوان بالاقليم هذا خطهم وما يغيرونه ولا يحبونه. هم اضيف لك اياها هاي الجمله، احنا اهل وبيت واحد، نخرب اليوم نصالح باكر، ما عندنا غير هالمنهج هذا. إذا ما تقعد أنت وتقعد ويا الإطار وتكونوا موضوعيين جدا بالحديث، الجماعة يجوبكم بحزمة من الامتيازات لا تفض ولا تخلص. وهذا المشروع لي قدام، أقول لكم يا اثنينكم، أنتوا يا الإطار وأنتوا يا جماعة التيار، راح يجيب لكم مشروع مشبع بالامتيازات، ومن الصعب جدا أن تجدوا لك حلا. البيت إذا ما ينحل، أبو البيت يحل مشكلته ويا أخوه، الآخر بيحلها. الإخوان الكراد مو من مصلحتهم الآن تشكل حكومة. أنا قلت في مصر ليش؟ المنافذ يأخذون بها براحتهم، نفط يصدرون به، ما حد يفرض عليهم أي مشروع. هم أصلاً ما خجلانين من هذا الموضوع. لا ما خجلانين أصلاً. ما خجلانين. ما تغير عندهم مرحلة. البارحة الشيخ قيس يتحدث وبي فمن مليء انه هذا ضعف من المركز يعني، بالتالي ضعف في المركز، هم يظن ضعف بالمركز لعتهم يشردون تمام. فلذلك عسى يبقى الكاظمي مدى الحياه، واذا مو الكاظمي يشبه الكاظمي.
تمام. لكن مو القضية، قضية أنتم يا أخواننا بالإطار ويا أخواننا بالتيار، إذا أنتم ما تبعدون وتتناقشون حديث أخوة وإحنا ناس أكبر منكم بالعمر وشبعانين من هاي الطلايب. أنا هسه عندي محاضرة كانت هو عن العراق المعاصر، أنا عايش من العهد الملكي ولحد الآن ما راح شكل الحكومة. إذا ما تكونون موضوعيين مع بعضكم البعض ما يصير بالتغريدات تردون تحلوا مشاكلكم. أنا عندي شو اسمها هاي مبادرة بالهواء الطلق أولاً ثانياً ثالثاً، الثالث بيشر هو ربع ساعة تغريدة. عمي هاي ما تخلص يبتلعكم وهذا الحوار اللي أراضي عندكم أراضيكم سيدتي. طيب. الآن اسمحي لي، الآن عندنا 7,000-8,000 جندي تركي على أراضينا، ما واحد يقدر يقول مروح لي هناك بسبب مشاكلنا. طبعا. سنجار الآن وتعطل تشكيل الحكومة، يعني خلق العديد من الخروقات الدستورية وحتى الخروقات الأمنية. الدكتور صلاح، هسه إذا أكو اتفاق صار بين الكرد اليكتي والبارتي وخلاص، هسه حتى لو يجون بورقة بها امتيازات تخصهم ورما يتفقون هم بيناتهم داخل الإقليم يذهبون إلى بغداد، هسه على بغداد يعني نتحدث عن التيار والإطار وراء كل هذا التقدم في الحوارات في الإقليم، ممكن أن يذهب التيار والإطار مع المستقلين إلى حوار حقيقي يفضي إلى حل لإشكالية تشكيل الحكومة وفق يعني حوار حقيقي مع الأكراد، يعني على الأقل كل طرف يعرف حقوقه ويعرف يعني امتيازاته في ذات الدولة. يعني هي اللعبة السياسية لا تتوقف على قالب معين، المتغيرات واردة أن تحصل ما بين القوى السياسية، كلما وصل سقف المكاسب سياسيا قد ترتكز العملية السياسية. إذا أردنا أن نتحدث بين هلالين، القوة السياسية الكردية وامتيازاتهم هي مصنعة اليوم، من 2003 تشبعوا امتيازات وصلوا إلى مراحل متقدمة من الامتيازات في كل الحكومات، إذا كانت حكومات التيار الصدري أو الائتلاف أو الإطار أو غير المسميات من القوة السياسية، وبالتالي وصلوا إلى مرحلة الإشباع من الامتيازات. هي الامتيازات هسه يجوز هاي المرحلة القوة السياسية الكردية تستفيد من أتها، راح كل ما تتأخر عملية التفاهم كل ما يكون أتها ديمومة لامتيازاتها. هي ليس فقط متعلق الامتيازات اللي حصلوها الأكراد في مرحلة عدم تفاهم السيد الصدر مع الإطار التنسيق، لا أبدا. اليوم نظرة القوة السياسية للأكراد باتجاه بغداد أنه النظام المركزي، هو احنا ما عندنا نظام مركزي، عندنا نظام سيادي فدرالي اتحادي، وبالتالي الحقوق والواجبات هي موجودة، لكن القوة السياسية الكردية ما تقر بالواجبات اللي عليها، تأخذ بس حقوق. القضية احنا اليوم يجب أن نعزل كل مرحلة وكل ملف وكل محور في عزل في مكانه واستقراره، حتى لا يكون عندنا خلط ويستفيد منها الأكراد وغير الأكراد. اليوم العملية السياسية لما تصبح لدينا قوة سياسية ناضجة في تجاوز المرحلات، احنا اليوم التفاهمات هي جزء من الأزمات، الطروحات هي جزء من الأزمات، لكن اليوم احنا يجب أن نختار التحكيم. التحكيم وين؟ لو نعتمد على صندوق الاختراع ونعتمد الأغلبية أخذت عدد متقدم من الأصوات، لو نذهب إلى التوافقية اللي ما يرغب بها سين ولا يرغب بها صاد، وبالتالي عندنا تشبيك في المشاريع السياسية. هذا التشبيك اللي يستفيد من الطرف الآخر، احنا لازم نتوقف ونعيد حساباتنا. النقطة الأولى هو تقنين القوة السياسية، ثانيا إعادة صياغة التفاهمات ما بين على الأقل ما بين القوة السياسية الشيعية. يعني احنا اليوم لا نعلق المشاكل على التيار الصدري وأنه التيار الصدري جامد في عروضه، ما دولة القانون هم تصدر من بيوتها وتصدر رسائل، الإطار من بيته ويصدر رسائل، وبالتالي اليوم الكلاسيك في آلية التفاهمات بهذه الطريقة. إذا احنا وين راح يروح عراقنا؟ وين راح يوصل عمليتنا السياسية؟ وين راح يوصل الكردي يخلق لنا تقارب، التقارب الكردي مرحلة إيجابية بالوقت الحاضر، قد يغير مسارات التفاهمات. من أي ناحية؟ حتى بين الإطار والتيار، بين الإطار والتيار ممكن يعيد حساباته، ممكن الكرد جميعا يعيدون حساباتهم. الأكراد عادوا حساباتهم بس حساباتهم مشروطة على بغداد.
احنا لازم اشتراطاتهم على احنا لازم اشتراطاتهم لازم قوانين سياسية في بغداد اشتراطاتهم على التيار على العراق لا امتيازات بصورة رئيسية يعني كل الامتيازات تبقى موجودة قد يكون ديمومة أكثر تصير لها احنا وين يعني قوانين سياسية في بغداد لا تنظر على موافقة الطرفين القطبين في أربيل على أنه راح يتفاهمون ويرشحون رئيس الوزراء لا المفروض الورقة اللي بعدها ورقة الامتيازات الحقوق اللي راح يشرطوها الاشتراطات الموجودة هل الاتفاق معناه خروج من التحالف الثلاثي هم لازم نسأل هذا السؤال إيجابيته وسلبيته إيجابيته ممكن تكون انه يذهب الكرد مع الاطار لتشكيل الحكومه باعتبارها ايجابيه في ملعب الاطار لتشكيل الحكومه السيد الصدر مبتعد اليوم عن الساحه الايجابيه مرحليه وبالتالي نحتاج الى حلول مرحليه حتى نطرحها الى المناخات العامه هو التعطيل مو بالمناخات السياسيه العامه لا التعطيل بالمرحله اليوم احنا عندنا مرحله يتسابق الكثير من القوى السياسيه لادارتها وإدارة المرحلة السياسية حالياً هي بيد السيد الصدر لأن السيد الصدر هو اللي يعطل هو اللي يحترض هو اللي يقدم مشاريع هو اللي يقدم مبادرات والإطار يجاوب والقوة السياسية الكردية تجاوب وبالتالي إدارة المرحلة هذه بيد التيار الصدري إحنا اليوم القوانين السياسية حتى تشوف نفسها هي وين صارت خلت شنو المشكلة إذا تذهب للتيار الصدري وتقولهم يا أباني هاي أوراقي كنت في 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 اشتباه في المرحلة السياسية كنت معتمد على التوافقية كنت معتمد على غض النظر عن القوى السياسية الكردية لازم أكو فد مبادرة حقيقية واقعية حقيقية واقعية بين القوى السياسية المسافات قريبة بين الأطار والتيار هي المواضيع مو صعبة بين ما بيها ما كفد مشاكل رئيسية جوهرية بين الأطار والتيار الصدري التشكيلة الحكومية هم عدم وجود اتفاقات بالمرحلة الحالية وممكن تطرح هذا الموضوع يعني ما يعرض من التيار ليس نفسه ما يعرض من الأطار باتجاه التيار يراد أكو فد نغمة مشتركة بين الأطار والتيار دكتور محمود وين العقدة اليوم العقدة بالكتلة الأكبر لو إحنا العقدة في التفاهمات بالرؤية العامة للسياسة البلد شوفي سيدتي بريطانيا ما عندهم دستور ما مكتوب عندهم ولا ورقة وإذا شي لقوا في أرشيفهم ورقة يشققوها تقولون ليش ما عندكم دستور عشان ديرون هذا البلد بدون دستور أنتم مبادئ عامة قالوا عندنا دولة وعندنا مواطن المواطن والدولة أهم من الدستور الدستور يخنق المواطن ويخنق الدولة تعال هذا وين يجيب مثقف هسه يفتهم هذا الحكي يلا بس احنا الدستور وين خانق حاطين مو هيك احنا عندنا الدستور السياسي كله قفز على الدستور وعندنا محاكم اتحادية وكل شيء عندنا لكن العلة بالنص أنه أنت هسه نص خانقك لو أنت غير قادر أن ترقى إلى مستوى التحديات اللي بلدك هاي الخلل بالأدوات سيد فأنت لابد أن تكون أنت لا تجي كل ساعة وجبت لي ركضت لي على صندوق الاختراع شنو صندوق الاختراع؟ جيب وعببي المشكلة وين؟ أنك عندك مشروع دولة إذا ما عندك مشروع دولة ككتل سياسية كاملة متفهمة يا سيدي لا طب للسياسة بس حتى لو يعني من 2003 حتى هذا اليوم يعني عمر السياسة طويل أكثر من ما واحد يجيب السياسة القديم قاربنا على 20 سنة بس تروح جيب قاعد على ورجع لي مرة ثانية نفس المنطق هذا يحكي ما شو مشكلة هذا مشكلتنا في الخبرة السياسية لدى القوى السياسية ما ممكن مصر عندها خبرة سياسية اليوم من 2003 طبعا هي خبرة قليلة لكن شوف اولا بناها مو صحيح سيدنا اي بدت انت من تبني على التجربة كل العالم المتطور اذا ما ياخذ له 15 سنة إدارة مركزية لا يمكن له ان يذهب الى التجربة الديمقراطية مو انت عايش عمرك كله حلقك ما تقدر تفكه خاف يعدموك على الريحة فجأة سوي صندوق اختراع شو فهموا صندوق الاختراع أنا مرة جيت بدي بيها محافظة أثناء الدوام إحنا الغداء مصبوب وهذا واحد يخاب هسه يخلص يخابر حتى ناكل الغداء برد وهو شايل التليفون رايح جاي رايح جاي يابا هذا شنو كنت لما تاكلون لو تاكلون لو اقوم اني
قالوا عيب مو هذا أو مجلس محافظة. ولا جملة سمعت من عندهم يا خير. هاي التليفون صار. بس احنا أمام واقع دكتور، احنا أمام واقع. من جابه سمحيني يا بنتي. هسه اليوم. لا تسمحيني. بعدين عن الشواهد دكتور. ما يصير وغير شاهد ما أقدر أشتغل. تمام. هذا من جابه؟ شلون صعد هذا عمر؟ غيرك ناس انتخبته؟ أكيد. فالأمي انتخب الأمي. ومنو صدره سيدنا؟ منو صدره؟ غير صدرته قوة سياسية. احنا اليوم ايه وعلى مطلوب حتى تكون عندنا لحظه هو هذا المرشح ما جاك من جمهور عام، جاك من جمهور حزبي، فجمهور حزبي قوه سياسيه بعد هذا الواقع دكتور. احنا الجماهير متحزبه اختارت قوه سياسيه وفق ميولها الحزبيه وهذا واقع اليوم. القوه السياسيه شنو النقاط اللي عليها؟ هسه اقول لك شنو لازم شلون تنحل. تمام. بس هم يقولون يابا انتم شلون تلقون حل؟ اقول له اخي الاخوان الكراد اليوم هو بالثلاثي، اخوان الكراد اخوان السنه التيار الصدري مستفيدين هم الان من عمليه عدم حل المشكله. ليش مستفيدين؟ الاقليم ماخذ راحته، يصدر براحته نفط والمنافذ اليه وكل شيء اليه وما يقدر يحكيه. الاخوان السنه ايضا مناطقهم وحقوقهم وكذا، ولو منتخبين الحلبوس انتخبوا رئيس مجلس النواب بعد هم ما عندهم مشكله، هي مشكلتهم من يمثلهم موجود رئيس مجلس النواب. وين كذا الاخوان بالتيار الصدري اكثر الوزارات لهم واكثر الدوله العميقه ايضا لهم. من اللي طالعين خارج اذا شو اسمه طالعين الاطار برا، خلوك برا. دوله ماشيه والامور ماشيه، واذا انت ما توافق على الموازنه باشر. لكن السؤال الأكبر من هذا هو هذا حل؟ لا مو حل، واحنا بالنتيجة راح نصطدم بخرق دستوري. لا مو عيف الدستور راح يقوله يقفزون علي، وراح يقول أنا ما أعترف به، وذاك يقول أنا ما أعترف بالمحكمة الاتحادية، يلقون 100 مخرج. لكن أكو مصطلح اسمه وطن، وين الوطن نص هاي اللغوة كلها؟ طيب بعيدا عن الـ يعني شعار الوطنية وال وهذه الخطابات الرنانه، هاي طبعا بس المواطن المفروض يطرحها. ليش خطابات رنانه؟ انا ما عندي اولاد، ما عندي عائله، ما عندي مشكله. هم شنو بالنسبه للسياسيين؟ حتى انا ما اكون بعيد. بس هذه مفردات. لا لا ما اكون محل السياسي. انا عندي الوطن يسواهم كلهم. طب لا احنا نقصد هذا الخطاب يوصل الى مسامع السياسيين، الوطن والمواطن والخدمه والجو يعني العام. لا ما يحترمون. احنا ما وصلنا. احنا ما وصلنا لمرحله. احنا ما غلطانين اذا. لا 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 داعي حشاك دكتور، انا ما غلطك، لكن احنا اتحدث ويا دكتور صلاح انه بعيدا عن انه نوصل هذا الخطاب الى مسامع السياسيين الوطنيه وهذه المفردات اليوم. انا قاطعت، شو من خرب علينا الوطنيه؟ النماذج السياسيه الموجوده، قوانا السياسيه. يعني انا حتى اعقب على سيدنا العزيز السيد الهاشمي، التيار التحالف الثلاثي لما انتج عندنا سلطه تشريعيه ومشى وانتخب الحلبوسي رئيس الجسمة وصارت عندنا سلطة تشريعية موجودة، لو ما لحقوا نتاج التفاهم الثلاثي مع القوى السياسية الموجودة الأخرى كان احنا لحد الآن بدون سلطة تشريعية وكان الأزمة أكثر يعني أكثر دمارا. لكن انه وصلوا مرحلة يعني عبروا نص المساحة صارت عندنا سلطة تشريعية وهي هي تدير المشهد، بعض ما هي تدير المشهد. لكن انه كانوا يعني حتى بدون مجامله وبدون عاطفه، على قولتك اننا نتحدث بطريقه مهنيه، كانوا الاقرب لانهاء الازمه السياسيه هو التحالف الثلاثي، كانوا قريبين من مشروعهم، طرحوا مشروع الاغلبيه السياسيه. لولا الاطار اختلفت رؤيته مع الجماعه، وبالتالي بقينا لا احنا للاغلبيه ولا احنا للتوافقيه. لكن مو معناتها انه احنا نعيب الثلاثي او نعيب الاطار. قوانا او قوامنا السياسي بهذه الطريقه وبهذه الامكانيه. احنا اليوم ليش احنا دائما نكره، بدينا نكره الحديث عن الوطنيه وعن الوطن وعن الازمات وعن كل هذا الموضوع وندافع على قوه سياسيه؟ ما المفروض ندافع على قوه سياسيه. انا اريد قوه سياسيه الصبح تقعد يكون عندها دوله وعندها سلطه تنفيذيه وعندها حمايه للمواطن وعندها ميزانيه. لو احنا حتى الشارع وين نخلي يباع على القوى السياسيه يتعامل مع ارقام، يقول لك هذا الرقم خليه يتحرك بعد يجي وكان على لعبه شخص. احنا فهم المواطن فهم الموضوع بعيدا عن الشعار. واقعا احنا هاي المرحله حسمها حسم حسابي، حسم رقمي. عندك زياده بالارقام داخل مجلس النواب العراقي تصدر لاداره المسؤوليه. احنا لو ننسف العمليه الديمقراطيه وصندوق الاقتراع ما نعيبه، لو ننسف قوانا السياسيه ونعيب قوانا السياسيه. زين دكتور
هسه سيد الصدر على الاقل انت فسح المجال امام القوى الاخرى وذهب الى المعارضه بزمن. انا اسال سؤال للراي العام، لو ما مبادرات السيد الصدر وما عندنا هاي المدد وجاوزنا على المدد، شنو الحلول من الطرف الاخر؟ انا اريد جواب من الراي العام ومن حضرتك. رغم هاي الضغوطات ورغم تمديد المدد الدستوريه والعرف السياسي، ولحد الان ما عندنا حل. زين، هم ياخذون راي ورايش وياخذون راي السيد الهاشمي؟ لا ابدا ما ياخذون راينا هذا الموضوع. زين، انا كل هاي انا اعتبرها فرصه لهم للقوى السياسيه الاخرى ان يكسبون وقت بس يكون يقدمون حل، ولحد الان ما قدموا حل رغم المبادرات ويعني ازدياد بالمدد التفاهمات. احنا اليوم نسينا الدستور، نسينا العرف السياسي، وصلنا الى مرحله ما نقدر نسميها احنا كمحللين سياسيين وخبراء بالمجال، شنو نريد نسميها هذه المرحله؟ شنو نريد نسميها؟ يعني فراغ سياسي، انسداد سياسي، انغلاق سياسي؟ ابدا، كل هاي بعد ما عندنا معيار نعلق عليه ونقدر نفسر. هي مرحلة وانا كانها مرحله تعجيزيه، يعني بين عمد العجز، لان حتى مع لا هي مو مرحله تعجيزيه، القوه السياسيه تعجيزيه، هي عاجزه القوه السياسيه حتى مع غير مدركه لفهم تفاسير المرحله الحاليه. يا هي هو حلين، يا اخلي الاغلبيه تقود البلد لو اتفاهم ويا الاغلبيه وانطيها فد راي اخر، او يقعد القوى السياسيه على طاوله حوار واحد يصفر ازمات. انا ستي قاعد بالبيت واصدر برقيات واصدر جيب هذا، وطلع مجموعه برئاسه فلان ذهبت لي للمحافظه. احنا نعيب اربيل وكل قوانا السياسيه تصبح بربيل، تتوسل بربيل اللي هو اخذ امتيازات على حسابي وحسابك. ما احنا قوانا سياسيه يعني ما شو ترقميها، يعني شو تطيها تسلسل؟ تمام دكتور محمود، احنا حتى نذهب الى طاوله حوار حقيقيه نخرج من هاي الازمه السياسيه، بس على الاقل الاقليم وكنا اليوم عصبتي سيد الهاشمي ما يخالفه يتحملنا دكتور. الاقليم ايش بما انه ذهب الى تصفير الازمات ما بين القطبين في الاقليم، في المركز ممكن نذهب الى تصفير الاشكاليات والازمات بين الاطراف السياسيه ونجلس على طاوله حوار واحده وتخلي القوى السياسيه اليه جديده لاداره الحكم؟ شوف سيدتي، نوبات تتي تروح الى فصل عشائر، تريد تروح لك الى مكان، الحل اللي تخليه لازم يكون مقبول. استاذ صلاح، دكتور صلاح يقول هم اجوا الثلاثي الكراد والاخوان السنه وجزء من الشيعه اللي هم الاطار. لكن انا اسال، هم السن الكراد جازوا حال كرديتهم؟ حتى انا اقول والله خليني اذهب للاغلبيه. السنه جازوا حال سنيتهم؟ لا، ما تنازلوا عن برغي واحد. ولا البقيه هم نفس الشيء. اسمحني، ولا البقيه اسمحني دكتور. طيب ليش انا الشيعي اروح لهم فقير؟ ما بي سؤال منطقي. لا احنا ليش نفسر هيك شيء؟ احنا توك تتحدث عن دولة، مو تتحدث عن فصل عشائر، مو معيار، هذا مو معيار سيدي استاذ العزيز. قصدي من اروح الى حل، انا مع الحل. انا اعطيتك انا اروح. انت اختلفت وياي، انت عندك توافقية. لا لكن قدم ما قنعتني، وانا عندي اغلبية ما قنعت، على سبيل المثال. دكتور لا مو انا اقول لك حل، من اقول لك استاذ الكريم، من اقول لك يابا هذا حل، انا قبل ما اجي للجلسة لازم شو اكون؟ انا ايش قلت؟ اكون اتفهم. لازم اكو رؤية تحترم رؤية الطرف الاخر، انا حتى ما يخالف، ما يخالف. لكن أنا مثل الآخر ما متنازل عن هسه. أنا كنا نتكلم إنه هذول راح يجيبون حتى امتيازات إنهم ليش إنهم مكرات؟ طيب أنا ليش أروح أنا ما بيصير لأن هذه الدوائر. عفوا إحنا طلعنا إحنا الأكراد وبدنا نعطي كل شيء وهم طلعوا مو أكراد. تمام، هذه الدوامة شلون تنتهي الحال؟ دوامة التنازلات، أي طرف اليوم يقدم تنازلات هو هو ليش تنازلات؟ هي تكتيك، خلينا نسميها تكتيك ومصلحة عقب، تكتيك سياسي، ليش تنازلات؟ هو ذهب المعارضة أيضا نوع من التكتيك؟ سيدتي تكتيك؟ تكتيك سياسي. هل السيد الصدر ذهب إلى المعارضة؟ لماذا القوى الأخرى عنده تكتيك، عنده رؤية محتملة عليها، وعند الآخر هم عنده رؤية، من الرؤية اللي تسبق تحسم الأمر؟ شنو المشكله بالمعارضة؟ طيب وين دور المستقلين اليوم؟ دور شوف، المستقلين ما لهم مساحه سياسيه، لهم وجود تشريعي داخل مجلس النواب العراقي وبداوا يتفككون، ما نعول عليهم حتى قوانا السياسيه لا الاطار ولا التيار عشان يعتمد على هذا الموضوع. هاي كانت مخاطبات مجامله سياسيه وكسب وقت لا اكثر. بالمبادرات استهدفوا شو اسمه، وبالتالي صفروهم من الوجود السياسي، وبالتالي القوه السياسيه المستقله ما عندها وجود سياسي.
عندها وجود تشريعي بس ما عندها رؤيه سياسيه. تقدر تتناطح ويا الاطار وقوى الاطار، يعني يدوبون المستقلين اذا صار اكو انسجام وتوافق بين القوى السياسيه يدوبون. اولا خلينا نعطيك معلومه، ثلثين من المستقلين هم منتمين للاحزاب والثلث الاخر هو غير منسجم مع بعضه، وبالتالي من نسمع 40-48 لا ما عندنا قوه سياسيه مستقله بهذا الحجم. هاي كلها خطابات اعلاميه. طيب سيد الصدر ليش يعني يدز هذا العتاب القوي للقوى المستقلين وقال انتم ما ساعدتوني بتشكيل الحكومه وما خاطب رؤيه، ما خاطب اشخاص، خاطب رؤيه مستقله وفهم للعمليه. لما صدرت من السيد الصدر خاطب رؤيه مستقله يجب احترامها، وبالتالي ما اخذت الفرصه لا من هذا ولا من ذاك. العمليه مو سهله، عمليه التكتيك. احنا اليوم ليش نسميه لازم الاطار يتنازل او التيار يتنازل؟ لا، هو المفروض يتغير بالتكتيك. احنا قلنا يجب يعني صناعه قوالب للتفاهم جديده. المرحله اللي سابقه اللي شهرين اللي سابقت هاي الورقه ما نجحت، لازم اغير ورق. انا ليش نفس الخطاب اعيده بين القوى السياسيه؟ زين تعتقد دكتور الاطار تحديدا الاطار اذا ما بقي سيد الصدر في المعارضه وجاءت القوى السياسيه الاخرى، نتحدث عن التحالف اللي هي بالتحالف الثلاثي، فقط خرج من التحالف الثلاثي سيد الصدر وذهب الى المعارضه واستمر بهذا الخيار، ليش ما استثمروه الاخرين؟ هو هنا السؤال التيار استثمر هذا الموضوع؟ لو التيار عنده رؤيه بانه لابد من وجود الاطار، عنده رؤيه لابد من وجود التيار معه في تشكيل الحكومه. هسه هل الاطار هاي رؤيته باتجاه التيار الصدري، والتيار الصدري برؤيته قال لك انا اعطيك الفرصه، انا اروح للمعارضه، انا ضامن معارضه اقدر اقوم العمليه السياسيه. الاطار يعني يحاول الحوار، روح وما غلق الابواب، وجهه نظر قال لهم يابا روحوا حتى للتحالف الثلاثي وشكله حكومه وانا اروح معارضه. الخلل وين؟ يعني معناته يعطينا دليل انه التيار الصدري ما يغلق الابواب. انت ما عندك استعداد ان تتخطى هاي الخطوه اللي يعطيك اياها الصدر. ليش ما عندك استعداد الاطار؟ بالتالي انا اتفق ويا السيد الهاشمي، قوانا السياسيه الاخرى خلي تفكر، خلي تستعين بالمستشارات والخبراء، وبالتالي هاي الفرص الذهبيه اللي تصدر من التيار الصدري كان المفروض الاطار يستثمرها، وليش ما يستثمرها؟ شو يعني استاذ؟ لا حجي. يا مشروع مثلا؟ مشروع قال لهم انا اروح للمعارضه، وقال لهم روحوا حتى خذوا من التحالف الثلاثه كله خذوا لكم، مو هيك الاولى الحجي. لانه اصرار الاطار على الحوار مع التيار دكتور صلاح ما يخالف امنته، هو مصر على وجود التيار والحوار معه، مصر يصير شريكي. غير تكتيكك وياي ما يخالف. دخلنا سالفه الاسباب. تمام اتفضل دكتور. احنا لو نعرف ان العقل السياسي العراقي قابل يصير معارضه على العين والراس، لكن يعني الناس لو نعرفهم اذا كلهم لازم نخليهم بالسلطه التنفيذيه، ما ناسنا ونعرفهم. احنا مو نعرفهم سيد ارجوك، هو مو بس نعرفهم، لازم نعرف لهم الحل. احنا نعرفهم هاي امكانيتهم. ماشي هاي امكانيتهم، انا متفق انا وياك. ماشي من تروح تقول لاي جهه، روح اسس جماعه سيد مسعود قول لي ابى اصير معارضه، مو قال لك اصير معارضه، خلي معارضة. إذا افتهمت شو صار بعد بإقليم كردستان عليها شلون يعني؟ ما تفتهم بعد ايش راح يصير معارضة. هو احنا شنو اللي مفتهمين هسه بإقليم كردستان حتى تصير معارضة؟ لا مو عيب. لا ما اضرب مثل بغير جهة، ما اضرب بغير جهة يعني افهمني يعني قاعد اقول انا من اعني هاي الجهة يعني اعني كل ما اقوله. سيدتي احنا كل واحد فاهم، شلون واحد فاهم ولده، مو شلون واحد فاهم طلابه، شلون واحد فاهم آبائه، فاهم أبوه. إحنا العملية السياسية في بلدنا تحتاج أن أنت تخترع وتبدع بإيجاد حلولك. يعني أنت عندك نهر هذا تريد تعبره، هاي 7 أشهر من تقديم الحلول مبادرات ولا مبادرة تنطبق على الواقع. كلها تجارب علاج، لو ينجح لو ما ينجح هذه كلها. شوفي أولا هي مو أول مرة، هي شنو يعني هاي حكومة تصريف أعمال هاي أول مرة؟ بس هذه الأزمة تختلف عن الأزمات السابقة. أزمة بس دكتور تختلف بها يعني الازمات السابقه حتى نزل حلول صار فارق بالمكونات السياسيه. نفس الازمه نفس صار فارق بالمكونات السياسيه فقط اخذوا هذا وهم تدخلوا البرة
ولعبوا طوبة بالنتائج، وهذا شلون لعبوا بلبنان وحطونا المستقلين بالنص، النوب المستقل. هو نظام برلماني يعتمد الجانب الحزبي. روح هاي العالم كله اكو بيه كلمة اسمها مستقل، ما يصير نظام برلماني مستقل. شو تطابق سياسي وصل للسلطة تحسن. هذا سيدتي الآن أنت تقعد بالبرلمان، وإذا جبت لك هم 50 راح يصيرون في هاي الدورة بالوراهمية، مو مخطط هو من برا هذا وراها حجي ما يدري بحجي. خلاص وقت يصادقون على قانون، ما راح يصادقون على قانون بعد. والله خلاص الوقت يعني لهذه الساعة، وآخذ منها 10 ثواني فقط. الدكتور صلاح، إيش وقت نذهب إلى حكومة طوارئ؟ يعني واضح من الحوارات السياسية. لا 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 أبداً، ما في الجدول السياسي من كل القوانين السياسية الذهاب إلى حكومة طوارئ، لأنه شكل أزمة كبرى. إذن هم بالتوقيت الأخير يحلون، يصفرون مشاكلهم ويذهبون إلى تشكيل حكومة. شكراً جزيلاً دكتور صلاح بوشي، رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. دكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، شكراً لحضورك دكتور. شكراً لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.